بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، نرحب في البداية بسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي، وكذلك بأصحاب السعادة المستشارين وكذلك المساعدين وجميع الزملاء فرسان الميدان من المشرفين التربويين وقادة وقائدي المدارس. طبعا إدارة خدمات الطلاب في الحقيقة هي تقدم الكثير والكثير لأبنائنا الطلاب، فهي تسعى تحت شعار عطش لا يرتوي لا تبعده سراب ولا مسافات نحو النجاح. إدارة خدمات الطلاب في الحقيقة تقدم الكثير والكثير لأبنائنا الطلاب، نسأل الله سبحانه وتعالى، وتسعى أيضاً من أجل أن يكون عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد وبداية قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. هي ليست ورقة عمل بالمعنى المفهوم، وإنما في الحقيقة هي إضاءات على المهام ومؤشرات الاستعدادية لإدارة خدمات الطلاب، وماذا وإحصاءات وماذا نريد أيضاً من قادة المدارس حتى يكون هنالك تكامل بين إدارة خدمات الطلاب وكذلك الميدان التربوي. لذلك سنقدم لكم مهام إدارة خدمات الطلاب. طبعا إدارة خدمات الطلاب هي مرتبطة أو جزء من منظومة وإدارة قوية، وهي إدارة الشؤون المدرسية. لعل من أبرز مهام إدارة خدمات الطلاب هي متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي تختص بأقسامها الثلاثة المختلفة، وهي النقل المدرسي وكذلك المكافآت والإعانات وكذلك أيضاً التغذية المدرسية وأيضاً كذلك الإشراف على الصندوق المدرسي. أيضاً لعل من مهام إدارة خدمات الطلاب هي تحديد احتياج الإدارة من النقل المدرسي، حصر الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات، وكذلك أيضاً من المهام التي تقدمها إدارة خدمات الطلاب هي متابعة تنفيذ عقود الشركات والمؤسسات الخاصة بالنقل المدرسي، وكذلك أيضاً الإشراف على الصندوق المدرسي وفق اللائحة المنظمة لذلك من وزارة التعليم. أيضاً متابعة تنفيذ وعقود تشغيل المقاصف المدرسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ابتداءً من المدرسة والمتعهد وما إلى ذلك. لعل إدارة خدمات الطلاب كانت تسعى في الحقيقة من نهاية العام المنصرم إلى يومنا هذا بمؤشرات استعدادية تود أن تحققها بنسب متفاوتة حتى يكون عامنا عام دراسي حافل بالنجاح وكذلك التميز والاستعداد. لعل هذه المؤشرات الاستعدادية، أول مؤشر يختص بالنقل المدرسي، مؤشرات الاستعداد الخاصة بالنقل المدرسي هي في الحقيقة نسبة الطلاب المشمولين بالنقل المدرسي إلى العدد المخصص للمنطقة، والمستهدف فيه في الحقيقة هو 100%، وإجراءات تحقيق هذه أو هذا المؤشر هي في الحقيقة توزعت على نقطتين. النقطة الأولى كانت توزيع المخصصات على جميع المكاتب التابعة للإدارة،
وكذلك متابعة تسجيل الطلاب المشمولين. وقد تحقق إلى اليوم أو إلى في الحقيقة يوم أمس حوالي 71% من هذا المؤشر. أيضا نسبة العقود المبرمة إلى العقود المخصصة للمنطقة، وتسعى أيضا إدارة خدمات الطلاب في أن يكون المستهدف فيها 100. وفي الحقيقة من الإجراءات لهذا المؤشر هي مخاطبة الوزارة لترسية هذه العقود، وقد خاطبنا الوزارة بذلك ولله الحمد، وننتظر في الحقيقة اعتماد هذه المخاطبات وهذه الترسية، حيث تم رفع مخصص العقود الفردية إلى حوالي 2500 عقد وما زال تحت الإجراء، وللأسف المتحقق منه طبعا صفر، لأنه بإذن الله عندما يأتي الرد من الوزارة سنبدأ في تحقيق هذا المؤشر. طبعا هنالك خطة لتحقيق هذه المؤشرات. من هذه الخطة التي تسعى خدمات الطلاب لتحقيق هذه المؤشرات هي توزيع المخصصات، وقد تم توزيعها ولله الحمد، حيث ينقل في الحقيقة حوالي ما يقارب 60,171 طالب وطالبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا وضع خطة عمل للنقل المدرسي في جميع القطاعات، الانتهاء من متابعة إدخال جميع الطلاب المشمولين بالنقل، تقديم ورش عمل، متابعة تسجيل الطلاب المشمولين، إرسال تقارير يومية، وعمل إحصائيات وتعديل المخصصات لكل القطاعات حسب الحاجة لذلك بالتنسيق مع الشركة الناقلة والمتعهدة بالنقل. أما فيما يخص المؤشرات في التغذية المدرسية، المؤشرات الاستعدادية، فهي نسبة المدارس المسددة نسبة الصندوق التعليمي، والمستهدف فيها هو في الحقيقة 100، وتم أيضا التعميم على جميع المدارس للتعاقد مع متعهد للمقصف المدرسي وتوثيق العقود من قبل إدارة خدمات الطلاب، والمتحقق فيها إلى الآن هو 5% فقط. هذه أيضا خطة العمل لتحقيق هذا المؤشر، وهو القيام بتصديق العقود المقاصف المدرسية، الزيارات الميدانية، معالجة الحالات الطارئة، التواصل مع رؤساء الشؤون المدرسية، تزويد جميع القطاعات والمدارس بكافة التعاميم، مراجعة عقود تشغيل المقاصف المدرسية واعتمادها. أما فيما يخص أيضا المؤشر الاستعدادي للمكافآت والإعانات، فهو نسبة صرف مكافآت الطلاب المستحقين كل شهر، ولله الحمد في العام الماضي استرقنا الأنظار من الجميع، وتم تحقيق إنجاز في المكافآت، وتم تكريم قسم المكافآت أيضا من سعادة المدير العام ولله الحمد، وكذلك سعادة المساعد للشؤون المدرسية. المستهدف فيها هو في الحقيقة 100، يبدأ العمل فيها طبعا مع بداية العام الدراسي ابتداء إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، وانطلاقة يوم الأحد الثاني من شهر الله المحرم للعام 1441 للهجرة. طبعا خطة العمل لتحقيق هذا المؤشر ستكون وفق 4 عناصر. العنصر الأول هو حصر جميع المدارس المستحقة للمكافآت، متابعة المدارس للتأكد من تحديث الطلاب في نظام نور، كذلك إدخال ورفع البيانات الخاصة بتعليم الكبار ومحب الأمية ورفعها للشؤون المختصة هي الشؤون المالية لصرف مستحقاتهم، كذلك إدخال ورفع بيانات أبناء العاملين بالخارج أيضاً لصرف مستحقاتهم. هنالك بعض الإحصاءات في الحقيقة التي نود أن يعرفها سواء من هم في الميدان أو سواء من زملائنا في إدارة التعليم. النقل المدرسي في الحقيقة يتم نقل حوالي 60,171 طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم، هذا بالنسبة للتعليم العام. تعليم التربية الخاصة يتم نقل حوالي 983 طالب وطالبة في برامج التربية الخاصة. أما بالنسبة للتغذية المدرسية فيستفيد من التغذية المدرسية في الحقيقة حوالي 200,000 طالب وطالبة بمختلف المراحل والبرامج أيضاً بالمنطقة. أما بالنسبة للمكافآت والإعانات فيستفيد من المكافآت والإعانات أكثر من 40,000
طالب وطالبة من مختلف الفئات المستحقة في المنطقة. طبعاً وسيكمل البقية زميلي الأستاذ عبد الإله، فشكراً جزيلاً لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني قادة المدارس، أخواتي قائدات المدارس، نتمنى أن نتواصل مع بعض، ولكن سيكون وسيطنا رؤساء شؤون المدرسية. والمطلوب هو كالآتي: تحديد بالنسبة للنقل المدرسي، تحديد مشرف نقل بالمدرسة يتولى مهام النقل المدرسي، وتسجيل الطلاب المشمولين بالنقل المدرسي حسب مخصص المدرسة، وعقد لقاء مع الأولياء والسائقين يوضح فيه آلية النقل في المدرسة، المتابعة اليومية لحافلة المدرسة والسائق، والرفع في نظام نور في خانة التقرير اليومي للحافلات، الرفع بالتقرير الشهري للحافلة مطبوع من نظام نور للمكتب بعد انتهاء فترة الاستحقاق مباشرة. أما التغذية المدرسية والتي كانت مسمى سابقاً المقاصف المدرسية، فالمطلوب من إخواني هو توقيع عقود التشغيل حسب العقد المرسل للمدارس، العقد الجديد في تاريخ 27/8 في العام الماضي، وجدد الإرسال في بداية هذا العام، ثم تطبيق اللائحة الجزائية والصحية كلما دعت الحاجة لذلك، وتجهيز الملفين الإداري والمالي فيما يخص المقصف، تفعيل لجنة المقصف في المدارس، ومتابعة المرشد الصحي لهذا العمل يومياً كما جاء في تعميم الوزارة، العمل على برنامج المقاصف في نظام نور واستكمال كافة البيانات المتعلقة بذلك، المكافآت والإعانات، رفع ملف الطلاب والطالبات من نظام نور إلى نظام المكافآت، والتأكد من الطلاب والطالبات المرفوعين لنظام المكافآت المنتظمين في الدراسة للمدارس والبرامج المستحقة فقط. تتحمل إدارة المدرسة كامل المسؤولية عند عدم رفع طالب أو طالبة منتظمة مستحقة أو مستحق للمكافأة. التأكد من الحسابات البنكية واسم صاحب الحساب، وعدم طباعة مسير الحسابات البنكية إلا بعد مراجعتها بدقة، رفع بيانات الطلاب والطالبات والحسابات البنكية في الفترة المحددة من قبل إدارة خدمات الخدمات التي سيتم تحديدها لاحقاً، حرصاً على انتظام صرف المكافآت. في الختام، شكراً لكم جميعاً، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد.